الله يحفظك. خلاص خلاص انت حصلت جوك. انتبهوا يا حبيبي. انا بيرس انتبهوا يا حبيبي. لا استاذ بيرس عدالك يا ابو بيصر. الله يسلمك. يلا عمر طيب اسمعوا، انا اشوفكم دائما مع المعياني بالذات فهد المعياني الحبيب، انا احبه لله. اي والله كويس. اي والله احبه مره فهد المعياني، ولذلك عشان يطقطق على الشباب. لا لا هجومي شوي يسلكهم. يعني هو اسلوبه هذا يبي يطلع الريالتي اللي عنده، يطلع السلبيات يبغاكم تشيلوها وتخشوا. صراحه هذا الناقد يبغى تتنرفز عشان ترتاح. ايوه بعدين يشوف كيف، يعني يشوف كيف تقدر انت تستحمل يعني النرفزه ولا لا. ترى هذه كلها اختبارات وفيها. ايوه هو يبغى. أيوة. ولذلك انا جبت له حاجه حلوه كذا. انا لكن لا بنهديها له. اي هديه له، هديه لفهد معيان. فهد معيان وانا امسيت فيصل، وانا امسيت وشفت ما شاء الله يعني العدوى اللي في فهد انتشرت في الجميع. لا اي نعم، حتى ما شاء الله في نقاد في الجمهور وكذا، فهي لهم وله. يلا اسمعوا هذه. ايه الله عرفتها. الله اي والله راكب عليه صح ولا. يلا كلام البارحة تغير وصار اليوم شيء ثاني، كلام البارحة تغير وصار اليوم شيء ثاني، أوضح له نقاط الضعف وفوق هذا عاداني، أوضح له نقاط الضعف وفوق هذا عاداني، وكلمته أنا كلمة سريعة في منتهى الغفلة، وكلمته أنا كلمة سريعة في منتهى الغفلة، وفوجئ منه قال لي جننتنا يا المعياني. الله يعطيك العافية. يا الله يستاهل. والله تجيب الاغاني كذا بكلمات ترى مع الممارسه سويت في الوقت كذا، يركب كلمات يبدل غير ولا هو ابو احنا شعار ترى.